كتب الإنجازات العظيمة التي عرفتها البشرية بدأت بحلم، بحلم بسيط، حلم تم تجسيده على أرض الواقع. في دراسة أجريت لأشخاص موهوبين اتضح أن كثير منهم يغمسون في محراب بأحلام يقظة. فهذه دعوة لنا جميعا نرجع إلى أحلامنا ونقيمها من جديد. رئيس الاجتماع، أعزائي أعضاء وضيوف النادي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزمان هو 16 من ربيع الأول، المكان شرق المملكة العربية السعودية، تحديدا مدينة الدمام. رزق والدي بابنهما السادس محمد، أتحدث أمامكم، ويقضونني أربعة من الأخوات وأخ، فأنا أقرأ عنقود. شكرا معقول. لقد نشأت وقرأت في مدينة الدمام الجميلة المعروفة بالتنوع الثقافي والسكاني، وبحكم وجود بيت والدي في قلب الدمام جعلني أخالط كثير من الأشخاص من اللغة العربية وغير العربية، مما ساهم في بناء وتطور شخصيتي وثقافتي. وكالعديد من الأطفال لدي مجموعة من الهوايات، فبعض الهوايات كانت تأخذني أحيانا إلى عالم الخيال اللامحدود. فمن يعرفني أيضا يعرف عشقي وشغفي بالنباتات وأعمال البستنة وتربية الحيوانات النزيهة الأليفة كالقطط التي تتأثرت في بيتنا أجيال وأجيال. وفي السن السادسة السابعة من عمري التحقت بالمرحلة الابتدائية التي كانت المرحلة الأول في الإبحار في بحث العلم. لقد أحببت هذا العالم الجميل الجديد، وأحببت بما فيه من إنشاء صداقات بين زملائي واللعب معهم، ولكني كرهت الذهاب إلى مكتب الأصدقاء، وكرهت أداء الواجبات المنزلية خاصة الرياضيات التي كانت بالنسبة لي كابوس. وكنت أحاول حتى السبل والوسائل للهروب منها، لكن ظلت تلاحقني وتلاحقني أينما رحت وتظلني، وحتى ما كنت أخشى لا لقد أصبت في ملكي الرياضيات، وذلك كان في الصف الرابع الابتدائي. وسبحان ما اعتناني الشعور بالتقصير والحسرة والندامة عندما رأيت زملائي الذين كنت ألعب معهم ابتسامة والسعادة من أوجههم وفرحة ذويهم بي. ولكني الحمد لله كان لي فرصة أخرى في عدد الاختبار. وفي يوم من الأيام قبل أداء الاختبار سألت والدي، كنت أريد لعبة جديدة تبدو إنها دحين، فأجبتني لكما تريد يا صغيري، رغم أنني تعجبت من إجابتها لأنني كنت في قمة السعادة. وبالفعل ذهبت اليوم التالي إلى المتجر وابتاعتي ما أريد، وكنت سعيدة جدا وأنا أحمل اللعبة بين يدي. وفي طريق العودة إلى المنزل كان هناك سؤال تراودني ويراودني، فسألت أمي، أمي لماذا ابتعت هذه اللعبة؟ فأنا لم أنجح، فأنا لا أستحقها. ردت علي بصوت الأم الحنون، لا تقلق يا صغيري، هناك فرصة أخرى سوف تختبر وتنجح وتفرح مثل الآخرين. هذه الكلمات لقد زادت ثقتي بنفسي، واعتناني الشعور بالحماس، وقفت التحدي واختبرت من الرياضيات ونجحت بها الحمد لله. فكانت كلمات أمي تلك بمثابة عصا سحرية نقطة تحول في حياتي. فمنها بدأت حياتي في التطور، فتفوقت في المراحل الدراسية ونجحت في الثانوية بامتياز، ودخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتخصصت في الهندسة الكيميائية. وأثناء دراستي هناك تم قبولي ببرنامج الابتعاث في شركة سعودية صناعة أساسية سابق، وبعد التخرج من هناك اشتغلت لديهم بضع سنين، ثم انتقلت إلى شركة أرامكو السعودية التي أعمل فيها حاليا. فأعزائي إخواني، من منا ليس لديه عقبات وتحديات في حياته،
فهذا جزء لا يتجزا من هذه الحياه، بس لا ندعها ان تسيطر على احلامنا، بل نحلم احلاما كبيره، لان الحلم هو بذره المستقبل او تلك المستقبل.